أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة كل يوم ثقافة. فتاة فقدت هاتفها في السوق، فماذا حدث لها؟ يحكى أنه كان هناك فتاة شابة مع أمها فقط في المنزل، وكان أبوها قد توفي قبل فترة طويلة من الزمن، فلم يبقى في البيت إلا الفتاة وأمها وحيدان. فكانت الفتاة تقوم يوميا بالذهاب إلى السوق لكي تأتي بالاحتياجات الهامة للمنزل والمطبخ. إلا أنه في يوم من الأيام عندما أرادت الفتاة الذهاب إلى السوق، دعتها جارتها وطلبت منها أن تقوم بالشراء لها بعض الاحتياجات من السوق وأعطتها نقود المتطلبات. ذهبت الفتاة إلى السوق وقامت بشراء المتطلبات التي تحتاجها لبيتهم ولجارتها، وبعد ذلك رجعت للبيت ولم تدري أن أحدهم قام بسرقة هاتفها من حقيبتها. فعندما رجعت للبيت قامت بإعطاء جارتها ما طلبت منها وذهبت إلى بيتها، وحينما دخلت البيت افتقدت هاتفها وبحثت عنه في حقيبتها ولم تجده، فذهبت إلى جارتها وسألتها إن كانت رأت هاتفها حينما أتت إلى بيتها، وقالت إنها لم تجد شيئا. فذهبت إلى أقرب مركز للاتصالات وقامت بالاتصال على رقم هاتفها، وإذا بصوت عجوز كبيرة، فقالت العجوز لها: لقد وجدت هاتفك مرميا في السوق، فتعالي لكي تأخذيه. فقالت: يا خالة، أين سنلتقي لأقوم بأخذ الهاتف؟ فقالت العجوز: أنا امرأة كبيرة في السن ولا يمكنني أن آتي الآن إلى السوق، وخصوصا وأنا متعبة. فقالت: أعطيني عنوان منزلك وأنا سأذهب إليك. وبالفعل أعطتها العنوان. ذهبت الفتاة إلى بيت العجوز مسرعة وهي مسرورة فرحة أنها ستستعيد هاتفها، فدقت الجرس وفتح الباب شاب وقال لها: أمي منتظرة لك بالداخل. فما أن دخلت إلا وقام الشاب بسرقة أعز ما تملك الفتاة، وهذا كله بسبب الهاتف. لذا نصيحة لكل فتاة ألا تذهب لاستعادة أي شيء ضاع منها إلا إن كان بصحبتها رجلا تثق فيه حتى يحميها. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك، وشارك الفيديو.